يعني خليني اسال حضرتك كابتن ياسر عشان نفهم برضو وجهه نظر حضرتك، هل بتشوف ان الاهلي محليا غير الاهلي افريقيا؟ يعني انا بلعب محليا، انا بلعب بتكتيك معين، جيت العب افريقيا طبعا زي ما احنا عارفين اللعب بيبقى والجيم مفتوح، بيبقى فيه فرص مختلفه، يعني فهل برضو انا كاهلي لعبت محلي زي افريقي امبارح ولا كان في تغيير؟ هو الاهلي لعب بثلاثه ديفندر، يعني مع المنافس ده ممكن ما العبش الثلاثه ديفندر، يعني احنا ادينا لهم حجم كقوة ان هم فئة قوية، لا هم مش قويين قوي، يعني فئة مش قوية قوي، فكنا نلعب بالنادي الاهلي يلعب بثلاثة ديفندر يعني كتير، يعني مش فئة مثلا بنلعب مثلا خارج ملعبنا مع فئة قوية جدا اقدر اعمل لها يستدعي يعني لا، يعني اعتقد النادي الاهلي محتاج اكتر من الموسيماني انه يكون تركيزه اعلى مع التيم شوية، التحضير الذهني للمباراة انا وجهة نظري ما كانش متحضرين كويس للمباراة، يعني محتاجة شغل فني في التحضير الذهني مهم جدا بالنسبه للعيبه، ان انا ادي لهم دوافع ان انا بطوله افريقيا وانا لازم احافظ على اللقب وعندي كاس عالم للانديه، يعني في دوافع كتير جدا مهمه جدا من المدير الفني ان هو يدي دوافع للعيبه، امال انا شغلتي مدير فني ان انا كل مباراه لازم ادي دوافع للعيبه جديده تحفزهم على اداء يكون افضل من المباراه اللي قبلها. ده كمان حاسس ان في هدوء مع لعيبه النادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي احنا كنا نجيب جول واللعيبه تبقى هاديه كده، لا كنا عاوزين نجيب الثاني والثالث، هو دي طبيعه النادي الاهلي. يعني كان في شخصيه البطل اللي احنا عارفينها عن النادي طبعًا الاهلي لم توجد بالامس، وبعدين النادي الاهلي اول مره احس انه بيلعب كوره طويله كتير مش طبيعه الملعب مش كويس، لكن لما بدانا نضغط عليهم قطعنا كتير، بدانا الكوره بتاعتنا برضو اتقطعت، يعني انا بعمل باس 1 2 3 تتقطع 1 2 تتقطع بصراحه يعني، لكن لما كنا بدانا المباراه وضغطنا عليهم من فوق وعملنا ضغط عالي في اول المباراه استحوذنا وكان شكلنا كويس وبدانا نشتغل كويس، لما بدانا نعتمد على القوه الطويله ودي مش طبيعه النادي الاهلي. ايوه صحيح. فيعني افتقد الهويه بتاعتنا ان هي القوه الطويله دي مش طبيعه النادي الاهلي، عندنا يعني افضل 30 لعيب يعني يعتبر في القاره. صحيح. فبالتالي احنا نقدر نستحوذ ونقدر نلعب ونقدر نشتغل. طب لو رحنا لحارس المرمى، انا دلوقتي وده طبيعي جدا حارس المرمى بتاعي ممكن ان هو يصاب ما يبقاش بيلعب زي دلوقتي وضع الشناوي، ربنا ان شاء الله يرجعه لنا بالسلامه. عندك علي لطفي، علي لطفي برضو بصراحة لما الأهلي احتاجه هو أدى أداء محترم جدا، ولكن البعض كان برضو من وجهة نظره هو أنا ليه ما عملتش علي لطفي يعني يكون أو ما جهزتش علي لطفي بشكل أنه هو يكون مستعد ممكن أكتر من كده بمراحل كتيرة، يعني محدش بيتكلم أنه هو مش حارس مرمى جيد، أنا بقول لحضرتك النقاط اللي طرحت، أنا ليه ما كنتش بجهز لعبتي أكتر من كده وبشاركهم علشان لما يجي أو يحين الوقت يكون جاهز بنسبة حتى 90%. هو هنا في كذا مدرسة بالنسبة لحراسة المرمى، إن أنا بعتمد في مدارس بتعتمد على الحارس الأول يفضل يلعب لحين ما يحصل أي مشكلة وأبدأ ألاعب الحارس الثاني وساعتها يحصل مشكلة. هو مفيش مشكلة، هو علي لطفي أنا شايفه مالوش أي مشكلة بالعكس بقى. لما لعب قبل كده حتى في ولما قعد كان كويس جدا ماتش الزمالك كان عامله كويس جدا وعلي لطفي حارس كبير، احنا علي لطفي كان منتخب مصر ومنتخب مصر الأولمبي وحارس كويس جدا، كذلك مصطفى شوبير على فكرة جداً. أنا اللي اكتشفته في النادي الأهلي، أنا كنت عايز أروح للنقطة دي، أنا اللي اكتشفته في النادي الأهلي وأنا اللي مأيده وهو أحمد ابن طارق سليمان، فالاثنين أنا ملاقيهم من الاختبارات على فكرة، وكان الكابتن الله يرحمه الكابتن أحمد ماهر قال لي يعني الولد ده كويس، قلت له كويس جدا واخترناه بدون ان احنا مش عارفين ده ابن الكابتن شوبير ولا ده ابن طارق سليمان، لان النادي الاهلي كبير يعني النادي الاهلي، فانا شايف ان علي لطفي امبارح حتى الهدف هو اللي يسال عنه. ايوه يعني صحيح. هو يعني حتى لو كان الشناوي موجود كانت ممكن تبقى الهدف لا، ما حدش لام علي لطفي امبارح اطلاقا، بس البعض تحدث عن انا ليه عامه ما بجهز لاعبتي اللي هم البدلاء بتوعي ان كيس حصل حاجه زي كده، يعني دي نقطه، معلش اكمل لحضرتك النقطه الثانيه، وبرده اتقال انا اصلي ما عنديش بلاي ميكر عشان قفشه بيتجوز، قال لك طب ما هو برده اللي رد قال وانا مش مفروض ان انا ابقى معتمد على بلاي ميكر يعني مش كده هي بتقاس هي يعني. بالنسبه لحراسه المرمى هي علي لطفي لما لعب امبارح هو يعني ظرف ان الشناوي اتصاب في المنتخب وكده، لكن هي المشكله مش في كده، المشكله ان احنا عندنا احسن 3 جون في مصر برضه، يعني لما نتكلم على الشناوي حارس مرمى افريقيا ومن احسن الحراس، علي لطفي حارس قوي جدا وكان بيلعب منتخبات بس مش هقدر اخد 2 من نادي واحد، لان علي ما بيلعبش بصفه مستمره، فبالتالي علي مصطفى شوبير حارس كويس جدا وعنده امكانيات فنيه عاليه جدا، لكن في مدرستين بالنسبه لاختيار الحارس المرمى، في مدرسه بتعتمد على الحارس اللي هو بيلعب على المستوى على طول وما قعدوش الا لما يبقى في سبب قهري،
او مثلا مستواه يتهز مباراه في الثانيه في الثالثه ابدا اغير واديله قسط من الراحه وابدا يلعب. لكن في مدارس ثانيه بتعتمد على نظام يعني روتيشن لكن انا مش مع المدرسه دي الصراحه. حضرتك مع المدرسه الاولى تثبيت حراسه المرمى، كل ما بيلعب كل ما بيزيد مستواه، كل ما بيتقل في اللعب كل ما الاخطاء بتاعته بتقل، مع شغل المدير الفني والمدرب بيبدا الشغل يبقى كويس جدا، في انسجام بينه وبين خط الظهر، في انسجام بينه وبين الفرقه، لان يعني طبعا انت عارف حارس المرمى هو يعني اول خط هجومي اخر خط دفاعي، فمحتاج يبقى فيه شغل جامد جدا فني مع الفرقه من الناحيه الفنيه ومن ناحيه التمركزات بتاعته وطريقه اللعب، لان الحارس مهم جدا بيطبق مع المدرب طريقه اللعب. لو بنلعب باربعه هو بيشتغل ليبرو مع الناس من تحت، يبدا يحضر، بنبدا من تحت يبدا هو يشتغل ازاي، بنبدا نشتغل زي مباراه امبارح على الكوره الطويله، هو بيبقى له دور مهم جدا، فدي حاجات مهمه جدا. فانا مع المدرسه التثبيت، وده طبيعي ان احنا دلوقتي جايبين ثلاث حراس ليه؟ عشان ده يلعب لما يبقى في مشكله. وعلي امبارح ما كانش اداؤه ما كانش فيه مشكله، انا مش شايف انه كان فيه مشكله. لا ما حدش تحدث عن فعلا كان فيه مشكله مع علي لطفي.